مرحبا، بدي رحب بكل اللي انضموا لنا مباشرة بحلقتنا الخامسة من كوفيد 19 ستوديو اي يو بي النهار مباشرة من حرم الجامعة الأمريكية ببيروت. تحياتي وتحيات كل فريق العمل بالاي يو بي وجريدة النهار. بدون أي مقدمات رح نفوت دغري بصلب الموضوع تناقش بهالحلقة مثل العادة الأرقام وتطورها وين صارت، بالإضافة لموضوع الحلقة وهو كيفية التعقيم بالمنازل وأفضل طريقة لهالتعقيم. رح نبحث بهالمواضيع مع ضيوفنا الزميلة الدكتورة ندى ملحم، وهي أستاذة مشاركة في الأمراض المعدية ومديرة قسم المهن الصحية ورئيسة برنامج علوم المختبرات الطبية في كلية العلوم الصحية بالجامعة الأمريكية ببيروت. أهلا وسهلا فيك. وأيضا مع زميلة الدكتورة نجاة صليبة، وهي أستاذة في الكيمياء ومديرة مركز حماية الطبيعة كمان في الجامعة الأمريكية ببيروت. أهلا وسهلا فيكم دكتور صليبة دكتورة ملحم. بدي أذكر المشاهدين يا كل اللي بحب يتواصل معنا عبر هاشتاج عفواً كوفيد 19 ستوديو، وبطلب منهم يبلشوا يبعثوا أسئلتهم مباشرة تنطرح على ضيوفنا خلال الحلقة. آخر مرة يمكن سينا نقول إنه إحنا بإشراف الأطباء محترمين الفيزيكال ديستانسينج هون بالستوديو، وإذا المسافة القانونية إذا بدنا نقول محافظ عليها ومحترمة بيني وبين الضيوف، يعني بين ثلاث أشخاص. دكتورة ملحم بحب رحب فيك عن جديد، وبدي بلش معك. خلينا نحكي عن الأرقام، وين صرنا؟ نهار بنشوف تطور، نهار بنشوف صعود هبوط، يعني وين شو فينا نحكي على الأرقام لحد اليوم؟ شكرا سيمو. الحقيقة من الجلسة الماضية اللي صارت نهار الثلاثة بالكوفيد 19 ستوديو بالإي بي بين الإي بي والنهار ما كتير تغيرت الأرقام، بس إذا بنطلع على الجراف هيدا بالأحمر موجود عندنا تراكمية الأعداد المطلقة اللي بلشت من 21 شباط لحد يوم اليوم الحقيقة، والعدد المجموع العدد المطلق اللي عنا يتسجل يعني حالات مؤكدة بالتشخيص المخبري اللي هو الـ RT-PCR وصل اليوم ل 663 حالة. بالأزرق البار الأزرق هن عبارة عن الحالات اللي عم تتسجل يومياً، وإذا منطلع خلال الأسبوع الماضي من الأسبوع الماضي لهلأ يعني من 10 الشهر لحد مبارح 15 الشهر عم تتراوح الأعداد المطلقة، كمان عم نرجع نحكي عن الأعداد المطلقة بين 2 هي أقل تسجل ب 13 نيسان حالتين مؤكدة، وماكسيموم ب 10 الشهر اللي هي البار الأطول 27 حالة تم رصدها وتم تأكيدها بالـ RT-PCR من ضمن المسافرين العائدين الخارج. نعم، إذا نطلع هون خليني أذكر بس الفرق على الصعيد الأسبوعي، فبين الأسبوع الماضي والمجموعات المطلقة بين الأسبوع الماضي اللي هو من 3 إلى 9 نيسان والأسبوع الحالي بين 10 و 15 نيسان، إذا بنطلع على العدد المطلق للحالات الجديدة يلي مؤكدة كان الأسبوع الماضي 101 حالة، هيدا الأسبوع 49 حالة، ومن هودة 49 في 21 حالة من المغتربين والباقيين من المقيمين بلبنان. نعم، طبعا عطول منحب نذكر انه لما منطلع على الارقام المطلقة بدنا نكون كتير حذرين بكيفية تفسيرهم، ولذلك مثل ما ذكرنا بحلقات سابقة انه دايما عم نتهدول الحالات المؤكدة للكوفيد 19 بلبنان بالتشخيص المخبري لازم ناخدهم كنسبة، نطلع عليهم كنسبة لانه عم ناخدهم من نسبة او من عدد التستات يلي عم تنعمل، فكل ما يعلى عدد التستات بده يعلى معنا عدد الحالات. فاذا نطلع على هذا الرسم البياني او الجراف بالاحمر البارز الاحمر عنا اعداد التستات او RT-PCR يلي عم بيصيروا يوميا عفوا، الأزرق الخط نرجع عليه، بينما الخط الأزرق هو نسبة الحالات المؤكدة، نسبة الكوفيد 19 الحالات المؤكدة طبعا مقسومة على عدد التستات يلي انعملت. وإذا منلاحظ شو صار بآخر أسبوع كمان من 10 الشهر لحد مبارح بعدها عم تتراوح هذه النسبة للحالات المؤكدة أخذين بعين الاعتبار عدد التستات يلي عم ينعملوا بين 1-3% واللي هو مؤشر جيد. طبعا عم نشوف هودي هالبيكس أو الزيادة بعدد التستات
الستيت اللي هي البعر الأحمر يلي بلشت من أكثر من أسبوع، كمان ترافقت مع ازدياد الطائرات يلي عم تجي من برا، ولذلك عنا هذا الزيادة. وبيسوى نقول كمان مثل ما حكى بآخر حلقة أنه الرقم التوتل تبع الإصابات يلي هو بعتقد هلأ اليوم صرنا 663 حالة، تسجل بس 5 حالات جديدة. هيدا إذا فينا نقول بينخصم منه الحالات اللي عم تشفى طبعا، مش هيك؟ وبالتالي بنصير برقم اقل من هذا طبعا. نحن محظوظين انه فينا نعمل هيك، وكمان محظوظين لحد هلا انه ما عندنا حالات وفيات عاليه. صحيح. فان شاء الله نضلنا هيك. طيب بالاعاده افاده دائما بيقولوا هيك، بدي ارجع اطرح معك موضوع انتقال الفيروس. في شيء بيقول بينتقل من خلال الغذاذ او دروبلتس، في شيء بيقول بينتقل بالجو يعني ايربون، في شيء بيقول على الاسطح الملوثه. شو فيك تحكينا باختصار عن هالشيء؟ الطريقة الأساسية لانتقال سارس كوفي 2 هي مثل ما حضرتك ذكرت بالقطيرات أو الدروبلتس، وهيدي لما بنكون نحن عم نسعل أو عم نعطس نصدر هذه الدروبلتس أو هذه الرذاذات يلي إذا وصلت للشخص يلي على مدى أقل من مترين تنقل له حيالله فيروس بينتقل بهالطريقة أو فيروس تنفسي بينتقل بهاي الطريقة. هلأ هود الدروبلتس اللي بيميزون أنه بيسقطوا على الأسطح، لما بيسقطوا على الأسطح بلوتوها، يعني ممكن يكونوا على الطاولة، على الكمبيوتر، على الأضوية، السويتشز، فبلوتوها على السلولار. على السلولار طبعا، ولذلك منضلنا نشدد على ممارسة غسل اليدين بالصابون أو بالماء لحتى لما بندقر كل السطوح، لأنه ما بنعرف الحقيقة يعني جزما ما عندنا جواب جازم قديه هود الدروبلت من الفيروس قديه مستقرين على هذه الأسطح. ففي دراسات بتقول لحد الآن أنه هن مستقرين بين 2 أو 3 إلى عدد من الأيام، ولكن هالعدد من الأيام بعد غير واضح. فأهم شيء نحن نضلنا ملتزمين بالهاند هايجين، تغسيل اليدين بالماء والصابون، وأما إذا كان مش موجودين نستعمل الهاند سانيتايزر اللي فيهن على القليل 60% من الكحول أو سبيرتو. والايربورن مختلف عن الدروبلتس، يعني بصير فيه غبار جوي، كمان لحد هلا ما عندنا اي اثبات انه بينتقل بهيدي الطريقه، ولو انه الاشخاص اللي عاملين بالقطاع الصحي اذا عم بيمارسوا بعض الاساليب، يعني النيرسز، الاطباء، الجراحين وغيرهم من العاملين بالقطاع الصحي، في بعض الاجراءات والاليات اللي بتصير بالمستشفى اللي ممكن انها تصدر هالايروسول او الغبار الجوي. أوكي. فهني معرضين اكثر انه يلقطون للفيروس بهيدي الطريقة، ولكن احنا كلنا بنعرف انه بيمارسوا بيستعملوا كل وسائل الحماية الشخصية او البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت مع الـ N95 ريسبيريتور، مع طبعا الجوجلز او الماسك وكل هيدو. فهو لحد الان ينتقل بطريقة القطيرات وليس محمولا جوا. عظيم. دكتورة منحي، بعد سؤال قبل ما ننتقل للفقرة الثانية تبع البرنامج، هالفيروس وين بيكون موجود؟ بالبادي فلويدز؟ وكمان شيء ثاني من السؤال، المرضى اللي بتعاني من عوارض اسهال، هالفيروس بينتقل بالاكل، بينتقل بالماء، بالمواد الغذائية؟ لحد الان الدراسات بتشير انه الحمض الريبي النووي او الار ان اي سارس كوفي 2 ار ان اي طبعا موجود بالعينات يلي بتطلع من الجهاز التنفسي، العينات التنفسيه العليا والسفلى، ولكن كمان الار ان اي او موجود وتم رصده بالدم. لقينا كمان في دراستين بيشيروا انه في عندنا الحمض الريبي النووي بالبراز تبع الانسان، واحدة منهم لهذه الدراسات قدرت تفرجينا انه هل اللي موجود بالبراز كان حي، والاخرى لا. السوائل اللي بتطلع او اللي نحن عنا اياها مثلا مثل البول او مثل حليب الثدي وغيرها من السوائل، يتم دراسة هذه السوائل بدراسات بنسميها نحن شيدنج ستاديز او دراسات الذرف، لحتى نعرف اذا نحن عم نتخلص من هيدا الفيروس بهودي السوائل. بس المهم انه نعرفه، اذا عم نتخلص مش معناتها بنقدر ننقله، يعني بدنا ندرس كمان اذا في امكانية انه ينتقل هذا الفيروس وكمية وجوده ومدى حياته واستقراره بهذه السوائل قبل ما نعرف كل هذه الأجوبة. سألت على الحالات اللي عندها عوارض أسهال، يعني الأدلة العلمية بتقلنا أنه في بين
2 ل 10% من الكوفيد 19 كيسز اللي مؤكدين بيعانوا من اسهال. ومثل ما ذكرت قبل بشوي، تم رصد ووجود الحمض الريب النووي بقلب البراز، ولكن لحد هلا ما عندنا اي شيء مؤكد او دليل بيخلينا نقول انه في انتقال من فيكال اورال ترانسميشن. شو يعني فيكال؟ لانه موجود بالبراز، يعني فينا اذا ايدينا مثلا ما غسلنا من بعض المرحاض، او اذا واستعملنا او حضرنا اكل من دون ما نغسل، او حطيناه على تمنا. هيدي الفيكال اورال ترانسميشن. لحد هلا ما عندنا دليل على هذا الموضوع. نعم. فلحد هلا الاكل ما بينقل السارس كوفي 2، بالرغم من انه لقينا الار ان اي بقلب الاسطول، بس كمان مثل ما قلت بعد الدراسات جاري لحتى نعرف اذا رح يصير في عنا دليل مختلف ولا لا. ندى ملحم رح ارجع لك، وقبل ما ارجع فوت مع الدكتورة نجاة صليبة بدي نحضر سوا فيديو مع الزميلة لبنى رجب بتشاركنا فيه الاجراءات اللي يمكن يتخذها لمواجهة اللي ممكن تتاخذ لمواجهة الوسواس القهري او ما يعرف بالاوبسيسيف كومبالسيف ديز اوردر او سي دي يلي ناتج من جراء انتشار الكورونا. أساس المحافظة على الصحة والسلامة العامة هو التوقي للحد من انتشار الفيروس، بس لازم نساعد حالنا إنه التوقي يبقى ضمن الاهتمام المناسب وما يزيد عن حده ليصير مثل الوسواس القهري. الوسواس القهري هو الاهتمام المفرط بالنظافة وبيأثر كتير على أفكارنا وتصرفاتنا. هما شي فينا نعمله للحد من القلق هو انه نحدد بالمصدر الموثوق شو هن ادوات التنظيف الفعاله، كيف وقديش نستخدمها، وكل يوم نراجع المستجدات على هول التوجيهات لمده 10 دقائق بس. لازم نحط خطه لنسيطر على سلوكياتنا، وفينا نستعين بحدا يساعدنا بهذا الشيء. واذا خطر علينا هاجس تنظيف فينا نلتهي عنه بالتركيز على افكار بتطمننا، نمارس هوايه بنحبها، او حتى نعمل شي خلينا نحس بشعور قوي ومفاجئ مثل انه نحط ايدينا بمي ثلج. لازم نكون متعاطفين مع حالنا ونتذكر انه على قد ما الوقايه والنظافه مهمين، راحتنا النفسيه كمان مهمه، ولازم نقدر نوفق بين الاثنين. دكتوره نجاة عون صليبه، بدي ارجع ارحب فيكي ببيتك كمان، وبدي اتناول معك موضوع الحلقه يلي هو افضل الطرق للتعقيم بالمنازل او بالبيوت. مظبوط. نحكى كثير عن التنظيف بالصابون والمي، كلنا بنسمع انه الصابون والمي اهم شيء، كل عم بيحكي عنها الطريقة إنها الأحسن. شو فيك تفسرين عن الصابون والماء؟ اليوم بدنا نحكي كيمياء. خلينا نطلع على الصورة اللي كلنا صرنا نعرفها، قصة الكوفيد 19. إذا فيك تكبرها شوي بليز. هيدي شو معناتها؟ هول الأحمر اللي طالع هن بيعتبرون بروتين، والرمادي اللي مبين هي غشاء مثل الزيت، بيقولوا له ليبيد، غشاء زيتي يعني، وبقلبه عايش اشياء مكونات للفيروس ليعيش فيها. فبقى نحن وقتا نشتغل بالصابون، شو يعني صابون؟ اذا فينا نفوت على شو يعني صابون؟ بدي ارجع لهي. صابون يعني عنده ميلة بتحب المي وميلة بتحب الزيت، يعني هو بطبيعته بتكوينه هيك مؤلف الصابون. منسميها ميلة اللي بتحب المي انه بتعشق المي، وميلة اللي بتحب الزيت يعني شيء بيعشق الزيت. اذا منرجع لهون لهيدي الصورة المبسطة اللي كنا مفرجينها هيك مثل الفزيعة قبل، هون منشوف انه هول الحمر اللي طالعين هن بروتين بحبوا المي، وهيدا الاصفر المدور هيدا ليبيد يعني الزيت. بدنا شيء يكون عنده هالمكونات، شيء نص يرجع للمي وشيء نص يرجع للزيت، ليقدر يحاوط هالكوفيد مثل هيك. يعني هول القشات اللي طالعين هن الزيت اللي بحبوا الزيت، والبولات الزرق هن اللي بحبوا المي. فبقى اذا عملوا هيك وفاتوا هول القشات ودغري اخذوا هيدي الغشاء الزيتي، ليك شو بدهم يعملوا؟ بيفقشوها. يعني بتنفقش لانه بصير عندها كل هالقشات فايتين، عم بيجربوا يحللوها، عم بيجربوا ياخدوها لعندهم. عم تحكي عن الفيروس؟ عن الفيروس. يفقشوا الفيروس يعني الصابون والمي بيفقشوا الفيروس. ايه يعني هودي القشات اللي فرجيناهم هون عم بيحاوطوا الغشاء الزيتي تبع الفيروس،
وعم بيدلون يعني اذا نحن منطول بالنا شوي بنفقشه، يعني بنفقش الغشاء اللي حامي الفيروس، منشان هيك الفيروس ببطل عنده غشاء حامي، بيفقش وبيدوب وبيختفي وبيروح، بيدوب وبيروح بالماء. فبقى منشان هيك الاخصائيين بيشددوا انه غسلوا بالصابون وغسلوا لفتره طويل شوي 20 ثانية. ايه يعني مش انه دغري، ولما بيقولوا فركوا ايديكم بالصابون هيك عم بيقولوا ما فيكم هل الأشيات اللي بالصابون اللي بتحب الزيت تخليها تتفاعل مع الفيروس لنقدر نفقش الفيروس ونموته. هيدي هي قصة انه ليه صابون وليه مي مع صابون مش غير شيء. نعم. يعني صابون ومي بدهم يشتغلوا مع بعضهم لحتى نقدر نتخلص منه بهيدي الطريقة. هاي صابون ومي، هاي صابون ومي. بنحكى كثير عن سبيرتو مي. اي نعم سبيرتو مي. ليش هل هالخلطه بتسوى؟ ليش سبيرتو لحاله ما بيسوى؟ اي عيار سبيرتو؟ اي ليش سبيرتو لحاله ما بيسوى وليش سبيرتو مي؟ نفس الشيء بنرجع على نفس الصوره. اوكي بدنا شيء يعشق المي، يعني بدنا شيء يدوب هالحمر اللي طالعين، وبدنا شيء يفوت على الغشاء الدهني. السبيرتو بيفوت على الغشاء الدهني بس بده مي معه. طب ما يتبخر بسرعة؟ لا مش بس ما يتبخر بسرعة، لحتى كمان يحلل هول الطالعين الحمر البروتين ليقدر يدوبهم كمان. نعم. فبقى سبيرتو لحاله أول شيء بيتبخر بسرعة، بس تاني شيء البروتين اللي برا بيقدروا يحموه من إنه يفوت على الأشياء اللي بيد اللي جوا. لازم السبيرتو يفوت على الغشاء الزيتي، بس المي اللي حواليه بتخليه تساعده انه مثل كأنه يتخطى البروتين ويفوت على الغشاء الزيتي. منشان هيك منقول سبيرتو لحاله ما بينفع، ولازم يكون فوق 60% ليقدر يكون في كمية كافية تفوت على الغشاء الزيتي، من 60-70%. هيك بتأمن انه عندك مي بتقدر تدوب البروتينات. نعم. وعندك سبيرتو ليقدر يفوت على الغشاء الزيتي، فبقى اثنيناتهم مهمين. طيب هيدا عم نحكي عن الاستعمال الشخصي. نعم. بدنا نحكي هلا عن الاستعمال للتنظيف المنزلي. هون شو المواد التعقيم او التطهير يلي موصى بها واللي لازم تستعمل؟ لانه بعتقد مين ما كان بيستعمل شو ما كان على الخوف وعلى بقى شو المواد الموصى بها للاستعمال للتنظيف والتطهير المنزلي. هلا لك كل الدول تقريبا عم بتحط على الويب سايت تبعهم شو هن الاشياء اللي افضل شيء فينا نستعملهم لحتى نطهر بالبيت، وفي كتير منظمات عالميه بتجمع على هول الاربع اشياء اللي هن اشياء مبيض بليتش. يعني نحن عنا في شيء اسمه اوديكس، في كلوروكس، في اوجافيل، هول اكثر شيء بيستعملون. في الديتول اللي فيه كمان ماتير اسمها كلوروكسيلينول، في الاو اوكسيجينيل اللي فينا نشتريه من الفرماشية هو بيقولوا له هيدروجين بيروكسيد اسمه العلمي، وفي السبيرتو. هلا كل واحد بيجي بمعدل غير عن الثاني. يعني اذا اشترينا قنينة الكول من الفرماشية بتكون 99% تقريبا الكول، هيدي لازم نزيد لها مي لحتى تصير بين 62-71%. الاو اوكسيجيني ابدا ما بيصير نجيبه ونستعمله مثل ما هو لانه كتير مكدس، يعني كونسنتري 30% اذا بنشتري من الفرماشية. هيدا مفروض الكونسنتراسيون تنزل لل 0.5%، يعني 0.5%. والكلوروكس اللي بيستعمل عادة بالبيوت لازم كمان نخفف له قويته لحتى نقدر نرشه ونعقم فيه الطاولات وكل هول الاشياء. هو بيجي تقريبا معدل الكونسنتراسيون اللي بتجي فيه 5%، لازم ننزله ل 0.1%. ديتول نفس الشيء بيجي 5% مفروض يتنزل ل 0.12%. بس هيدا خليني بس اقول شغله صغيره. ايه؟ هون اذا منفوت على السلايد. لا انا بدي اسالك عن هون كمان. يس. يعني بهالموضوع تنهونا على اللي بيهتم. ايه؟ بالتنظيف في البيت مثل ما. ايه؟ هونيها على الشخص انه صابون. ايه؟ ومي هو احسن. ايه؟ شيء. ايه؟ شو افضل شيء للي بيهتم بالتنظيف في البيت يستعمل؟ ليك شو بدهم يعملوا؟ انا هيك بعمل، بجيب الكلوروكس، اوكي هيدا 5% عم نقول، نص فنجان قهوة شفة صغير
من الكلوروكس وبحطه بعلبة هيدي اللي هي 500 ملليلتر المرشة بصير بتخدهم منيح وبصير هيدا منه هالقد قوي لحتى يأذي أو ينزع لكيب وهيدا بينحط وين مكان؟ هيدا بينحط وين مكان على البلاط على الخشب على الكراسي ايه لأنه صار يعني صار ديلوية بطل هالقد بطل كونسنتري صار منيح مثلا فينا ناخد الأو أكسجيني نفس الشيء بدك ملعقتين من الأو أكسجيني ب 500 ملليلتر لهيدي بالمرشة ايه بتصير فيك بس انه ابدا مش ما بننصح انه يستعمل الأو أكسجيني مثل ما هو اكيد لانه كتير هيدا نفس الشيء اذا اخذنا الكول كيف فينا نزيد 70% مي منعبي كبية ونص الكول بهيدي ال 500 ملليلتر لما تقولي الكول عم نحكي عن السبيرتو تكون واضحين معنا ايه شهيدي. السبيرتو 100% بعد في واحد الديتول بتاخد كمان نص فنجان شفي وبتحطه بوحدة 500 ملليلتر بيصير فيك ترشه وين ما كان بدون ما يأذي نعم. بس هلأ في شغلة كتير مهمة وهي اللي بيشددوا عليها انه اذا كان المجلة او الطاولة بدها تنظيف ما فيك ترش عليها هود المواد بدون ما تنظفها بصابون ومي فبقى كل المنظمات بتنصح بشيء اسمه clean and disinfect يعني نظف. الصابون والمي ومن ثم المواد التعقيمية نعم. اللي حكيتي عنهم حضرتك 100% ومثل ما قال الدكتور ملحم هلأ انه ما بنعرف قدي بيعيش على الطاولات وعلى المجلة وهيك كلهم عم بيقولوا في منهم بيعيشوا 3 ساعات في منهم بيعيشوا 3 ايام الافضل هيدي المواد التعقيمية وقتا نرشها نخليها على القليل شي 10 دقايق قبل ما نمسح المجلة يعني بتكون اول شيء خففنا قوتها بس بعدين عطيناها وقت لتتفاعل مع المسطح اللي عم ننظفه لحتى تقدر تعطي فعاليتها الرش لحاله ما بينفع ضروري انه نمسح بصابون ومي قبل ما نرش لحتى نعقم اكثر سو بيقولوا دائما 2 كلين اند ديسانفكت clean and disinfect هلا شو بنعمل بالتنظيف والتعقيم ومن ثم التعقيم نعم أوكي. هلا شو في كتير ناس بيسالوا على الفيسبوك يعني بيسالوني انه شو بعمل انا وقت اروح على السوبر ماركت لحتى اشتري غراض شو افضل طريقه انه نعمل للسوبر ماركت بيقولوا انه بينصحوا CDC Center of Disease Control هيدا والمنظمة الصحة العالمية بيقولوا انه اكتر شيء اكيد لازم نتوقع ونلبس الكفوف ونلبس الماسك وقتا نروح بس مش معناته انه الكفوف ما رح يلقطوا الكفوف بيلقطوا بدل عيش عليهم اهم شيء ما ندقر وجهنا او ما ندقر الجسم تبعنا منعبي الغراض انا بفضل انه يتعبوا بتوت باجز يعني هلا الكيس النايلون كمان اوبشن بس ساعتها بدك تكب الناس كيس النايلون او بدك تقدر تغسلهم انا افضل عندي انه باخذ كيس القماش اللي عندي بعبي كل شيء وقت اوصل على البيت بحط لي كيس القماش بالارض بمسح كل وحده بسبيرتو مي من كل الجوانب او اذا كانوا مسكرين منيح فينا نمسحهم بصابون ومي قبل ما احطهم على الطاوله وقبل ما احطهم على كل شيء وبعدين باخذ الكيس وبحطهم بالغساله اوكي مش بينرشوا ما بينرشوا انا بحط لانه كيس قماش هولي منهم كيس نايلون وهيك ما بكون كبيت هالقد كيس نايلون وما بعرف مين كيس النايلون الجانب البيئي فيكي دايما بيطلع ايه هيك يعني هيك ما بنكون كبينا كيس نايلون ما بنعرف مين كيس النايلون دقرون وهيك منكون كمان تأكدنا انه كل شيء علق على هالكيس عم بيتغسل بس كل شيء فات على الخزانات وعلى البقاط نظيف كل شيء فات على الخزانات وعلى البقاط طيب دكتورة صليبة بالنسبة للسلامة والاحتياطات شو لازم واحد ياخد مع الاعتبار لما الامور بتتعلق بخلط المواد لانه كل حدا بيطلع حكيت شوي بس انه لا هيدي ضروري نضوي عليها بطريقه كتير مهمه ايه. وجديده مين ما كان بيخلط شو ما كان وخصوصا انه اليوم كان عندي اجتماع مع الدكتور ابلين حتي الصبح واللي هي مسؤوله عن قسم الطوارئ بالجامعه الامريكيه وكانت ضيفتنا باخر حلقه ايه قالت انه كتير عم يجي ناس بيقولوا لهم هولي ناس انه ما عم تقدر تتنفس بتقول لهم شو عاملين بيقولوا لها خلطين مثلا فلاش مع كلوروكس كتير مهم نعرف انه الكلوروكس لحاله والفلاش لحاله والديتول لحاله واللي بينظف الازاز لحاله ابدا
قصة خلط مواد مع بعضها هي كتير مسمة وبتأدي لغازات نحنا ما فينا نتحملها، غازات مهمة هني مثل ما فسرتهم هلأ. إذا منخفف لهم قوتهم بيكونوا كتير منيح. مهم كتير أنه أول شيء ما نستعمل الخل، لأنه الخل لحد هلأ ما برهن أنه هو بيقدر يعقم الخل. ولما الخل نزيده مع كلوروكس او مع حيلا معقم تاني عم بيؤدي لغازات، عم بتؤدي لحتى الناس يكون عندها يعني ضيق تنفس. يعني لا للخلط أبداً. اي مادة مع التانية أبداً. الخلط فقط مع المياه. اهم شيء الكلوروكس وقت تخلطه مع الفلاش بده يطلع لك غاز يمكن يقتلك او يقتل الاولاد الصغار ما يقدروا يتحملوا. يعني المادة لحالة تنخلط مع المي، مع المي وبس، ممنوع منعا بيتا تنخلط اي مادة مع التانية. ضروري نشدد عليها هالشغلة. وشغلة تانية انه هلا كلنا عم نستعمل السبيرتو مع المي بالبيت، اهم شيء لا وقتا نحطه على ايدينا ننطر لينشف كليا قبل ما نضقر شيء تاني، لانه لا فيك تولع سيجاره لانه بتفقع بوجهك. اصلا محبذ انه واحد ما يدخن من الاساس. بس كمان ما فيك تقرب لحد النار، لا تعمل قهوه او ولا لحتى او لا تولع الفرن او لا شو ما كان، او لا تولع الفرن لانه دغري الكول سبيرته دغري بتولع. صح. فبقى هولي اذا ما بدكم تحفظوا شيء من عند من اللي قلته اليوم، بدي منكم تحفظوا شغلتين: ما تمسكوا وتمزجوا ولا مواد كيماوية مع التاني لأنه هيدا أكيد بدر. وتاني شيء أتأكدوا منيح أنه الإيدين أو حيلا مسطح نشف على الآخر قبل ما نقدم النار لإله، أو شيء حامي يعني هيدي كمان بدنا ننتبه لها. هيدي كتير مهمة. عظيم عظيم، حلقة غنية بالمعلومات لحديث هلأ من الدكتورة ملحم والدكتورة صليبة. بعد في سؤال أو موضوع معين، شو قصة الخرافات؟ نعم الخرافات بمعنى أنه بكرة بس تعلى الحرارة هيدا الفيروس بده يموت لحاله. شفنا أنه أفريقيا حرارتها عالية والخليج حرارتها عالية وأكلوها. وشو قصة التوم؟ أنه كل توم كل النهار بعتقد بشجع بس على الفيزيكال ديستنس. هيدا أكيد بيهرب الناس من بعضها لأنه بس ما بيقتل الفيروس. عم بيقولوا أنه في كتير ناس مأملة أنه بالصيف رح يموت الفيروس لأنه بدأت على الحرارة. لحد هلا ما في شيء مؤكد، يعني ما في ولا دراسة بتقول ولا برهان علمي ولا شيء، دراسة بتقول أنه وقت على الحرارة الكورونا فيروس ما بتموت، او بتموت او ما بتموت ما بنعرف. وخصوصا انه مثل ما قلت انه بالدول الافريقيه وفي مناطق هلا عندهم صيف وفي عندهم كورونا بنفس الوقت. صح. في كمان الخرافات انه اذا واحد برش حاله بسبيرته هو لابس ثيابه هيدي بيقولوا ما بتعمل شيء، يعني اكثر شيء انه بتجويك وبتحرق لك عيونك وبتنشف لك جلدك يعني، بس ما بتصحح الكورونا ولا بتعقم الثياب بهيدي الطريقه. هيدي كتير مهمه قصه انه الفودكا بتريح وبتصحح. الفودكا 40% سبيرتو مش اكثر. فبقى اذا شيء جن لانه هو بيست على الكلوروكوين اذا شيء، بس كمان محبز الالكوهول يعني. هلا يعني عم بيقولوا انه فيك تشربها لتنبسط، بس انه مش موضوع تاني. موضوع تاني. مش محبز بهالبروتوكول. بس ما يعني. راح تصحح من الكورونا. وفي قصة التوم انه في كتير ناس اللي عم بتدق توم وتقعد تبلل الزعيمون بالتوم او عم بيشربوا ايتانول في منون، واللي هي الكارثة الكبيرة. في كتير ناس ولا هيدي ولا هيدي بيصححوا من ما برهن انه بيصححوا من الكورونا. شغله كتير مهمه انه منظمه الاكل العالميه الاف دي اي بامريكا قالت انه ولا شيء من هيدا منظمه الغذاء العالمي ولا شيء من الطب اللي بنسميه البديل الطب البديل برهن انه في بيساعد انه يشفي من الكورونا. ما بيشفي لحد هلا، ما في ولا طب بديل كان شافي من الكورونا. دكتورة صليبة ثانك يو سو ماتش. هلا رح نرجع معك ومع دكتورة ملحم واسئلة المشاهدين، بس كمان بدنا ننتقل لنحضر فيديو مع الزميلة الدكتورة سهى كان الشرارة بتفيدنا من خلاله بمعلومات اضافية عن عوارض الكورونا الغير مألوفة. احكي عن عوارض الكوفيد 19 غير العوارض اللي سمعنا فيهم كتير
اللي هن عوارض الجهاز التنفسي وعوارض الجهاز الهضمي. العوارض الجديدة اللي عم نشوفها وعم نسمع عنها أكتر هي مثل فقدان حاسة الشم وحاسة الذوق، يعني أنوزميا وأجوزيا. في دراسات من إيطاليا من كوريا عم يبين أنه 30 40 أو في بعض الدراسات 70% من المرضى عم يكون عندهم هالعوارض، يعني بيفقدوا حاسة الشم وحاسة الذوق حتى بلا ما يكون عندهم حرارة. سو هالشغلتين بدنا ننتبه لها. في عوارض جلدية كمان عم نشوفها ببعض الدراسات بالأطراف بالإيدين وبالإجرين، بيصير في بقع. في عوارض القلب لأنه الكوفيد 19 ممكن يصيب عضلة القلب، بيصير في وجع بالصدر، ضيق نفس، اللي هي ممكن مش بس سببها الجهاز التنفسي، ممكن عضلة القلب تتعب. وفي الأعراض الجهاز العصبي، حالات عم نشوفها أكتر وأكتر بالدراسات مثل فقد التركيز، من نسميها حالات انسفالوباثي أو جيان باري أو نيو أونسيت باركنسونز ديزيز. يعني في عوارض الجهاز العصبي عم نشوفها أكثر وأكثر ببعض الدراسات. فكل هاي بدنا ننتبه لها، بالإضافة طبعا الأعراض الجهاز التنفسي اللي هي أكثر شيء شائعة بالكوفيد 19. برجع برحب فيكم، وحلقة فعلا شيقة ومليئة بالمعلومات الغنية. بدنا أسئلة المشاهدين، تفاعل المشاهدين مثل عم بيقولوا لي بالكنترول روم المخرج إنه كتير بهالحلقة. في أول سؤال جاوبت عنه أوريدي دكتورة ملحم، يلي هو إذا بينتقل الفيروس عبر المياه والمأكولات، بعد ما في أي شيء مؤكد مثل ما قالت، بسمح لحالي جاوب الجواب اللي قالته. في كيف ننظف أسطح الهواتف، وبحب أجوبة منك دكتورة ملحم منك دكتورة صليبة، كيف ننظف سطح الهواتف او السليلير او التليفون العادي؟ يعني انا بيتهيأ لي اذا كمان نعمل سبراي بالالكول على القليل 60-70% وكمان نمسحه لانه ما فينا نغسله بالماء والصابون. فما بعرف دكتور صليبة عندك حل ثاني؟ فيك تحملي ماشي وترشي هيدا البليتش اللي حكينا عنه اللي هو ديلو يعني مخفف كتير، او مش بفضل مش الاو اكسجيني لانه كتير قوي انا ما بحب استعمله، بس انه البليتش او الديتول على شقفي، على شقفه كلينكس او شقفه رطبه يعني شوي صغيره، هو بيرطبها شقفه ناعمه وبتمسحي، ما بده مشكل كتير كبيره. الافضل انه ما يتنشف دغري، يتخلى شوي لحتى يموتوا عنه. في سؤال كمان عن كيفيه التعامل مع اكل الدليفري. قاعدة البيت اليوم عم تقتضي كتير انه نطلب دليفري، بقى كيف بنتعامل مع مثل ما بنتعامل مع السوبر ماركت، بس هذا غير شيء. بيبقى لما بيجوا بكيس نايلون، بيجوا بكيس نايلون مفروض انه ينمسحوا، يعني ينحط سانيتايزرز او ينرش شوية كلوروكس من برا لبرا وينمسحوا كل البوكسز قبل ما يتفوتوا على البيت، هيدا ضروري انه ينعمل اكيد. بس هلا بالنهايه نحن اللي عم نشوفه هلا مع اللي الدليفري، الاشخاص اللي عم يعملوا الدليفري على البيوت كمان عم بكونوا لابسين الماسكات تبعهم وحاطين الكفوف، بس مثل ما قال الدكتور صليبة اول ما يوصل هيدا الكيس بنحطه على محل ما بيدقر بمحلات تانية، بنرشه بالمواد اللي انطرحت قبل بشوي، بنتركه لينشف وبعدين بنفتحهم. يعني المهم كمان نرجع نذكر انه ما عم ينتقل بالاكل لحد هلا، ما عندنا دليل انه بينتقل بالاكل، فالاكل اللي عم ناكله as long as انه عم نغسل ايدينا قبل ما نستعمله قبل ما ناكله وعم نغسل ايدينا من بعد الاكل كمان، نحن بنكون عم نحمي حالنا. عظيم. طب كيف يجب تنظيف الاحذيه عند العوده من الخارج، او اذا لازم نفوت بالحذاء، على علما انه هيدي عادي ببعض قديمة. البلدان قديمه نعم. يعني يعني مثل باليابان بفتكر وكذا بلد، انه هل يجب او كيف يجب تنظيف الاحذيه، واذا لازم يضل الحذاء خارج المنزل ولا؟ يعني مثل ما قلت هيدي عادات قديمة منشوفها بكل المناطق، حتى بمناطق لبنانية منشوف انه في ناس بيتركوا الحذاء برا او بفوتوا بيتركوه على باب على الباب وبعدين بفوتوا، فيهم يعملوا هيدا الشيء. بس اذا بدون ينظفوا، يعني انا مع تنظيف السول اللي من تحت بالمي والصابون، يعني فرقوا بالمي والصابون كتير منيح، بنتركوا لينشف بمحل نظيف وبنرجع
عادي بنستعمله عادي. يعني كمان ما ننسى انه نحن مش عم يعني طرق الانتقال الفيروس هي عباره انها بتنتقل بالدروبلتس يعني الرذاذ، فنحن ما رح ننقل يعني ما رح يعني التعبير منه حلو بس انه مش رح نلحس الارض لحتى ينتقل الفيروس، وبننتبه وين نحطه لهال. دكتورة صليبة. ايه انا مع انه حلوة هي العادة انه واحد يشلح من اجره اول ما يفوت، يعني بفضل انه هاي العادة تكون حلوة. يعني انا بشلحه وقت اكون برا، بشلح وبفوت وبتركه، ما ضروري نطفه لانه هو على سطح الـ على السطوح السيرفيسز يعني حيالله بيموت لحاله. اوكي، في سؤال كمان بس بدي بلش معك في كونك مديرة مركز حماية الطبيعة بالجامعة الامريكية، بالاضافة كونك استاذة كيمياء، هل يمكن للعائلة أن تقوم برحلة في الطبيعة أو يبقى هناك خوف من التقاط الفيروس؟ أكيد لازم تروح تعمل رحلة بالطبيعة، بس إذا كانوا عائلة مع بعضهم لازم ضروري يعني، وإلا في يعني أنا مثلاً كل جمعة بروح بقعد 4-5 ساعات بالطبيعة، ما فيني ما أعمل هالشيء. ما في أي خوف من التقاط الفيروس بالطبيعة؟ لحد هلأ لا، بس لازم يحافظوا على التباعد الاجتماعي. خليني يكون واضحة علميا، وهيدي الشيء عم ندرسه هلأ، في مشكلة كبيرة عنا إذا كان في كياس زبالة مكبوبة بالطبيعة. هيدي بعد مش مأكد منها بس عم ندرسها هلأ تنشوف شو مدى خطورتها على الناس اللي بتمرق من حدها، لأنه قصة الزبالة قصة كتير كبيرة إن شاء الله يمكن نحكي عنها بحلقة تانية، وقصة إنه كيف الكياس عم تتوضب قبل ما تنكب. فبقى أنا بنصحهم يروحوا على الطبيعة بس يكونوا بعاد عن حيلا مطرح بينكب فيه زبالة هيك بالعلن، يعني من إلا open dumping. هيدي النصيحة اللي بعطيهم إياها، ينتبهوا منها، ينقوا مطرح بالطبيعة ما في زبالة، ويعني معناتها ما في جرادين بيكونوا أكلين من الزبالة، ساعتها أكيد لازم يروحوا على الطبيعة. ما قلنا غير الطبيعة لنعيش فيها ونرجع نطلب منها إنه تحمينا وتغذينا وتقولنا مناعتنا هيك أكتر من إنه بس على الحال. يمكن هيدي صرخة من الطبيعة هلأ يعني ما حدا بيعرف. يعني دكتورة ملحي ما فيني أنا جود بهالموضوع لأنه بتعرف لي. يعني أنا رح أرجع بس عقب على اللي قلته دكتور صليبة، أنه دايما نتذكر طريقة انتقال هيدا الفيروس، وبس نتذكر الطريقة اللي هي عبر الدروبلتس منحافظ على الأساليب يلي بتمنعنا من التقاطه يلي حكينا عنها قبل بشوي. وطبعا بالطبيعة الحفاظ على التباعد الاجتماعي إذا في أشخاص تانيين على القليل مترين وما فوق بين وبين الأشخاص الآخرين، وطبعا الحفاظ على النظافة الشخصية من بعد إذا دقرنا شيء بالطبيعة أو إذا رجعنا من الطبيعة كمان قبل وبعد الأكل، بس نمشي بعد المشي كله تغسيل أهم شيء، وهودي الأساليب الأساسية يعني للصحة العامة للحفاظ على الصحة العامة. ندى ملحم نشاط صليبة، بدي أشكركم، بدي أرجع أرحب فيكم ببيتكم. الحلقة الخامسة من كوفيد 19 ستوديو أيوبي النهار خلصت، بدي أرجع أشكر من جديد مع حفظ الألقاب نجاة عون صليبة، ندى ملحم، سهى كان شرارة، ولبنى رجب. موعدنا بجدة الثلاثة المقبل 21 نيسان مباشرة تمام الساعة 4 من بعد الظهر. لوقتها فيكم تابعوا كل أخبارنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجامعة الأمريكية أيوبي والنهار. إلى اللقاء، غسلوا إيديكم كتير منيح بالصابون والماء، وأرجوكم خليكم بالبيت.